صناديق مقفلة. التجارب هي التي تكشف عن المعادن. كشف صندوقه عبر كل هذه السنوات، فكان تبرا، كان ذهبا، كان ياقوتا. المفتي خليل النيس. ترك بصمات ممتازة وكبيرة ورائدة، لأنه كان صاحب مبادرة في العمل الإسلامي والوطني. وأكبر دليل على عطائه أنه أنشأ وعمل على إنشاء وبناء أزهر البقاع، الذي أصبح اليوم صرحا عالميا. من جالس كبار كان كبيرا، وبالتالي إذا نظرنا إلى تاريخ سماحة المفتي ومجالسته للكبار، إن كان في أيام دراسته كأبي زهرة والشيخ الغزالي محمد الغزالي وغيرهم من علماء مصر، وكذلك عاش عملقة المؤسسة عندما كان في دار الفتوى وإلى الإمامة أقرب منه إلى الإفتاء، وهو بحق إمام مجدد. نحن أمام هامة علمية كبرى، فقهية أصولية نحوية أدبية ثقافية اجتماعية، من أي زاوية من الزوايا طرقت باب هذا العالم وجدته منارة وفضل. أليست حالة بقاعية ولبنانية فقط، بل هو حالة عربية وإسلامية أيضا. ذكر سماحة الشيخ خليل النيس هو دائما ذكر للطيبين في واقعنا في مجتمعنا. طلبوا تكريم سماحة المفتي في إحدى السنوات ومنحه جائزة شخصية ليس لها أي علاقة بالأزهر أو بالمؤسسات، ففعلا ذهب سماحة المفتي وتم تكريمه في بيروت، ومنح جائزة قدرها 50,000 دولار أمريكي وكانت نقدية. صباحا أرسل بطلب سماحة المفتي وأعطاني المبلغ وقال لي اذهب به إلى المصرف فهذا للأسف. فأنا كنت قد سمعت أن هذه الجائزة شخصية، قلت له على سبيل يعني التطفل: يا سماحة المفتي، هذه الجائزة علمت أنها شخصية لك لأنك برعت في الفقه وفي أصول الفقه وكذا. قال لي: إنما الأزهر بحاجة أكثر، توكل على الله، خذها من أمامي وذهب إلى الأرض وأتي من اليسار. الفتح عربه للجميع، وكان عنصر استقطاب لهالوحده الوطنيه وتشجيع الناس على البلد الفي وعلى الالتقاء وعلى الشراكه الوجدانيه، كله أيد بيضاء على الاهالي على صعيد السلم الاهلي ان صح التعبير. سماحه المفتي هو انسان محب وانسان فرح، انسان متواضع وانسان كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسار الذي عاشه هو مسار يتحرك في كل واقعنا، لعلنا بذلك نستطيع أن نوجد صمامات أمام. دائما كان المرجع، سماحة المفتي كمان المرجع لحل كثير من القضايا وكثير من الخلافات وكثير من المشاكل بين الناس، بتصير بين الناس من بعض البعض بعض المشاكل إلى آخره، بيرجعوا لسماحة المفتي الشيخ خليل النيس. سماحة المفتي نموذج لا يتكرر. لنا الفخر أن تعاملنا معه وتعلمنا بين يديه. سماحة المفتي رجل الواقع، رجل العلم، رجل الدين.